هذا اليوم يجب ان ناخذ منه العبرة. يوم 28 من سبتمبر 1970 مات فيه حاكم مصر السابق، وكان لا يظن انه سيموت، كان لا يعتقد ان ملك الموت يجرؤ ان يقتحم الاسوار المنيعة ويدخل عليه. ويوم مات طرق بابي طارق وقال لقد مات فلان فاعد نفسك لانك ستعتقل الليلة. وقلت سبحان الله أشقى به حيا وميتا. وأعددت نفسي وملابسي وما أنا في حاجة إليه. وكلما طرق الباب طارق خرجت بنفسي لأفتح له. رعب حتى بعد الممات. رعب وفزع. ولكنه مات وسبحان الحي الذي لا يموت. ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة اوقي. شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كسر او كسر، واذا جلد او جلد، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. قل للطبيب فقد طفته يد الردى يا شافي الاسقام من ارداك. واقتحم ملك الموت سلاح المشاة والصاعقة. واقتحم الاسوار المنيعة. ووقف الفريق فلان. ووقف الفريق فلان يقول لابد ان نفعل شيئا. وجاء الاطباء والمختصون ويقيس نبضا وهذا ينظم دقات قلب وهذا يحنك وهذا يقيس ضغطا وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا هم لا يصبحون. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. ومات كما يموت الناس. ووضع في خشبة كما تنوضع جميعا. ووقف الذي سيصلي عليه صلاة الجنازة وقال الله اكبر. الله اكبر منك. الله اكبر منك. الله اكبر من الدنيا وما فيها. الله اكبر. صلاة الجنازة اربع تكبيرات. الله اكبر. الله اكبر منك. الله اكبر من كل ملك. الله اكبر من كل جبار. الله اكبر من جميع ما في الدنيا. الله كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وغدا سيجمعنا الموت ويضمنا القبر. وغدا سنلتقي في ساحة الحساب امام الواحد الديان. غدا توفى النفوس ما كسبت. ويحصد الزارعون ما زرعوا. ان احسنوا احسنوا لانفسهم
وإن أثاروا فبئس ما صنعوا. سينات يعني ايه؟ يعني ما تروحلوش تزوره الا في الوقت الذي يأنس بك فيه. انا هقول اكتر من كده. ايه بس يعني ما تروحلوش قبل الفجر تخبى؟ اتخبطت قبل الفجر دي ربنا يكفينا واياكم شرها، اسمها خبطة جمال عبد الناصر، خبطة سودة. ساعة الانسان ما كان يسمعها قبل ما يذيعوا ان جمال عبد الناصر مات، جاني واحد خبط عليا قال لي، ما كانوش لسه زعوا البيان بتاع موت، ما كانش لسه حد يعرف. فواحد من اخواننا اللي هم يعني اللي بتوع الامن دول، دي خبط عليا قال لي ده الراجل الكبير مات، واعمل حسابك ان في حركه اعتقالات الليلادي. يا خبر اسود، طب هتلمونا تاني ليه؟ ده هو مات. قال لك لا، ما هو عايزين يامنوا البلد. يعني هو احنا الشيخ عصابه يامن البلد من ايه بس؟ يا اخوات دي عيشه ايه العيشه دي؟ غبت طول الليل قاعد موضب الجلابيتين، ما انا بقى تبت الى الله. ما هو قال لي المره اللي فاتت قال لي لا ما تجيبش هدوم، دي خمس دقايق. خمس دقايق غبنا سنتين. فالنوبتي وضبت الغيار وقعدت كل الباب ما يخبط، السلام عليكم يا جماعه انا ما اسال، يطلع مش هو. بعد عنك ما دقتش النوم الا بعد الراجل مندفن وقعدوا يقولوا عليه اذا وقعت الواقعة. شيخ الازهر كان بيقرا قران على الجثه قبل ما تندفن. والله العظيم انا عايزك توحد الله. شوف هو قعد يمكن من يوم الاثنين ما اندفنش الا يوم الخميس، ما هي حاجه لا تنسى. قاعد ما فيش، كل الباب ما يخبط مستعد عشان ما يحصلش يعني تاخير. يلا 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 بينا، هوب للنبي يلا. فغاب شيخ الازهر، قعد انا بسمع الراديو بتاع الدفن بقى. فقعد الراجل يقرا له قران، الراجل برضه شيخ الازهر من غبائه بيقرا له سوره الواقع. مين اسمعوا سوره الواقع يعني؟ المهم غاب يقرا لغايه ما وصل ايه؟ واصحاب الشمال ما اصحاب، والله العظيم انا بحلف بالله، ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرص العظيم، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون، قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم، ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، صدق الله العظيم. قلت له اما شيخ ازهر انما حدق صحيح. لا اله الا الله، لا اله الا الله.